السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راكم كامل لاباس بخير وبصحة وعافية. في فيديو اليوم حبيت نحكي لكم على كل ما يخص الطاج والتربص في السنة أولى طب، هل يسمح لكم باش تدخلوا المستشفيات ورأيي الصريح في ذلك؟ نبدا نحكي لكم على ستاج في سنه اولى. طيب، اول حاجه نعم مسموح لكم انه تروحوا للمستشفيات. كاين مستشفيات اللي يسهلوا لكم الدخول وكاين مستشفيات شويه يصعبوها، لانه علاش يصعبوها؟ لانه راكم مازلتوا جداد. المستشفيات اللي يسهلوا الدخول هما كما مثلا المستشفيات تاع الجزائر العاصمه، هما يعني الحقيقه يرحبوا بالستاجير تاع بروميير اني. المهم حتى إذا كان طلبوا منك ديري طلب خطي يقبلوه بسرعة، لكن المستشفيات يعني تاع الولايات الأخرى مثلا أنا كي كنت بريمياراني كاين صحابات اللي راحوا تاع جيجل وكلش صعبوا لهم شوية، مش قبلوا لهم ديريكتومون ويمدوا لهم لمدة جد محدودة، مثلا ل 10 أيام ولا 15 يوم يعني على الأكثر. هذه فيما يخص إمكانية الدخول للمستشفيات. واش تحتاج كي تروح ستاج؟ بيان سور راح تحتاج لابلوز تاعك برك، لانك في السنه الاولى ستيتوسكوب ما حش تحتاجها كما قلت لكم، لانه اصلا ما تعرفوش نتوما توسكولتيو درك. رايي في الستاج تاع بروميير اني واش لازم ديرو واش ما لازمش ديرو. انا صراحه ننصحكم بروميير اني ما تروحوش مستشفيات، والله غير يعني كون ديروا على رايي غير خاطيكم. انا وحده من الناس ما درتش ستاج بروميير اني، وافضل حاجه درتها في حياتي اني ما درتش ستاج في بروميير اني، لانه مازال ما تعلمت والو. على واش راح تستاجي وانت مازال ما تعلمت والو، وانت اصلا في فتره هاد تاع بروميير اني هي الفتره اللي دير بها لي باس تاعك تاع لا تيوري، اللي دير فيها القاعده تاعك تاع النظري. اذا كان طلعت من السنه الاولى ما عندكش قاعده وطلعت ضعيف في النظري، راح يبقى المستوى تاعك ضعيف، راح تولي صعيبة عليك باش تراترابي الشي اللي ما قريتوش في بروميير اني. على هذه انا ننصحكم بروميير اني ما تروحوش للستاج بروميير اني، قعدوا في دياركم ولا روحوا للجامعات قراو. هذا واش ديروا، ركزوا على قرايتكم، ركزوا على دروسكم، ديروهم مليح، لانه والله راح تستفادوا بالبزاف. راح تستفادوا لانه كي تكملوا راح يكون المستوى ديالكم مليح في النظري، راح تستفادوا كي تلحقوا للسنه السابعه اذا حبيتوا تقراوا الاختصاص تلقاو رواحكم قريتوا مليح بروميير اني، ديجا نحيتوها من الطريق. فهمتوا كيفاش؟ دوك تقولوا لي كيفاش واذا ما تعلمناش واذا طلعنا ضعاف، وهي الصح في البراتيك والطبيب يخدم في البيرو وماشي من الدار. اي على بالي، دوك نفهمكم، هي سنه اولى ديجا كما قلت لكم لا باز لا فيزيولوجي نتوما ما تعرفوهاش. كي تيجي انت توقف مع الطبيب توقف واش مثلا انا نحب نعلم، انا راني حابه نعلم، مي انا على بالي فيك باللي ما تعرفش هادي وما تعرفش وما تعرفش وما تعرفش وما تعرفش، واش حنشرح لك الكا يعني كي يعني كي نكثر ونكثر ونكثر وتغيبني انت لانه من الصباح وانت واقف نقول لك فوالا هادي المرض عندها هاد المرض طا، نقول لك روح حوس عليه، لانه ما نقدرش نبدا نشرح لك من الاول كامل. يعني اذا هبلت نمد لك فكره، وعلى بالي باللي حاليا في المستوى اللي راك فيه ما تحتاجهاش هذه المعلومه، ما زلت تيجي وتتعلمها مش وقتها. فهمت كيفاش؟ على هذه مثلا ساعات كي تروحوا للمستشفيات تلقاو بعض الاطباء كي شغل يا اما يقولوا لكم ديريكت ينصحوكم يقول لك واش الانسان تقرا، تقول له بروميير اني، يقول لك اه بروميير اني واش دير هنايا، ثم تقول اه علاش هذا يحقر فيا كي زعما كمل يحقر فيا، او مش نحقروا فيكم على بالنا واش هو يستنى فيكم. ها 7 سنين هادو راح يتشبعوا البراتيك، راح يتشبعوا لي غارد، راح يتشبعوا شحال حتشبعوا التعب، راح يتشبعوا التعب. على هذه نقول لكم بروميير اني اربحوا فيها راحه اجسادكم لانه مازال يستنى فيكم التعب، اربحوا فيها قرايتكم، ركزوا على قرايتكم، ديروا باص تاع الصح، اطلعوا عندكم في الراس باش كي تدخلوا المستشفيات عندكم واش تحوسوا، على بالكم على واش تحوسوا، مش توقف تسند لي الحيط. ما خصنيش لي بلي حتى تسند انت الحيط، انت راك طبيب، انت راك طبيب، ما تجيش توقف في المستشفيات تسند الحيوط وتستنى في العباد يمدوا لك كلمه وهما ما يقيموكش، لانك سنه اولى وعلى بال بلي ما زلت صغير. فهمتوني؟ مش اللي نقص من قيمتكم ولا، انا البارح برك كنت سنه اولى، مي على بالي في الحقيقه اللي يتسنى فيكم. سي بور سا اللي نقول لكم ما تروحوش المستشفيات سنه اولى. ومن بعدها تقولوا لي لي سوا تتعلموا كيفاش تبيكي وكيفاش تسوتوري، هادوك دوزيام اني بايدين، لا دوزيام اني خلال فتره الدراسه عودوا هبطوا مره على مره للمستشفيات تتعلموا، ومن بعد شفتوا هادوك الصيف اللي تجيو من دوزيام اني تروازيام اني. انا الحقيقه كي كنت دوزيام اني نقرا ما رحتش المستشفى كامل، كي كملت في الصيف رحت تعلمت لي سوا، الصيف تعلمت لي سوا بيان، تروازيام اني صح
تخوازيام غادي نبداو لي ستاج، غادي نروحو للمستشفيات، ومن بعد غادي نقول لكم، ومن بعد ندير لكم فيديو ان شاء الله باذن الله كي اليوم تلحقوا تروازيام اني، وندير لكم فيديو كيفاش كتكون تروازيام اني كي تروح للمستشفيات، واش تتحوس تتعلم، وكيفاش تتعلم، لانه صح تروازيام اني يبدا صح، يبدا الكلينيك مام يعني يا اخي الدوله هي مقسمه بخي كلينيك وكلينيك، بخي كلينيك بروميير اني دوزيام اني، يعني بروميير اني دوزيام اني في الحقيقه ما نداروش باش ديروا ستاج في المستشفيات، ديروا باش ديروا باز صحيحه ومعلومات صح ترسخوها في راسكم، وتعودوا تعرفوا كل حاجه باذن الله، تعرفوا الاساسيات باش كي تحوسوا من بعد وتشوفوا المرضى، تعرفوا ديشيفريو هذاك المرض، تعرفوا كيفاش كيفاش نقول لكم، تعرفوا كيفاش تهزوا المعلومه تاع الصح باش ما تروح لكمش، لانه ما عنده حتى معنى انه تشوف بعينيك وانت ما عندكش في راسك. على بالي راكم متحمسين باش تروحوا مستشفيات، حتى انا كنت كما نتوما في بروميير اني، على بالي بلي راكم تحسوا بشويه ظلم كي راني نقول لكم بلي ما تروحوش وكلش، مي والله غير على مصلحتكم راني نقول لكم هكا يا اخي، قلت لكم راح نكون اخت ليكم، كون شفت بلي كون تروحوا درك المستشفيات في وقت يعني مبكر راح تكونوا اطباء خير، كون راني قلت لكم روحوا ما تستناوش، روحوا وانتم اللي طبعوا مهما يقولوا لكم علاه جيتوا اقعدوا، مي انا اللي على بالي في مصلحتكم نقول لكم الاول ما تروحوش، وراح يديروا لكم خلال السنه ان شاء الله راح يديروا لكم دي تي بي، في لي تي بي هذوك راح يجيبوا لكم خاصه مثلا الدي بي تاع اناتومي، راح يجيبوا لكم العظام وكلش، راح تحسوا روحكم في الميديسين، مي الصراحه هي بروميير اني ما تحسش روحك صح في الميديسين، لانه ما كاش فيها بزاف براتيك، دوزيام اني شويه، تخوازيام اني اللي تبداو باذن الله صح البراتيك. ايه وكي حكيت على البراتيك تفكرت باذن الله راح نزيد ندير لكم فيديو عن قريب ان شاء الله، نقارن لكم بين الجامعات من حيث النظري من حيث التطبيقي، ونقول لكم واش هي افضل جامعه في نظري. وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله نكون جاوبتكم على جميع تساؤلاتكم، راني نشوف لي كومونتير وكل مره نجاوبكم اكثر واكثر باذن الله، اذا كان عندكم اسئله اخرى خلوهم لي في التعليقات، او تواصلوا معي على الانستغرام دوك اشار، ودمتم في رعايه الله وحفظه.